مباراة محلية خالية من الإثارة والتشويق، ولكن بفرجة مضمونة من أنصار الفريقين كما جرت العادة. وقد تدفع خصوصية اللقاء المحلي إلى إنتاج أداء كبير بغض النظر عن وضعية كل فريق والنتائج المسجلة. نظرياً الاتحاد أفضل من حيث الأرقام بفضل الترتيب العام وبفارق 7 نقاط عن المولودية، وبهجوم قوي سجل 13 هدفاً وبناقص مباراتين، إلى جانب كون الفريق تفرغ كلية للعب على التتويج باللقب وبمساندة الجماهير والأنصار. أما حال المولودية فليس على أحسن ما يرام، فقد تلقى الدفاع 9 أهداف في مباراتين، ليكون بذلك ثاني أضعف دفاع بعدما دخل مرماه 12 هدفا ولم يسجل سوى 7 أهداف، بالإضافة إلى سقوط ورقة كوربيس في الماء وحالة الجماهير الغاضبة. أما عمليا فالميدان في الغالب لا يعترف بالأرقام في مثل هذه المباريات ولا بالظروف والحسابات، إن طابع الدرب عادة ما يكون مصحوبا بالعزيمة والرغبة لتخطي الاختبار بالبحث عن النتيجة التي تغير الأوضاع وتجعل اللقاء قمة كبيرة. أكيد.